احنا كنا غالقين وصرات مناوشات، تعدوا علينا اعوان الامن وراك تشوفوا الحاله كيف راهي لاسيتي هنا، هاي في وضعيه مزريه. طلبوا مني وثيقه لكي اثبات الاقامه، ولكن الاداره لم تمنحني هذه الوثيقه، لذا قاموا بمنعي من الدخول الى الاقامه الجامعيه. نعيش اوضاع مزريه جدا تتمثل في غياب الامن تماما، بحيث انه كاين طلاب غرباء، اشخاص غرباء يدخلون الاقامه الجامعيه. تم الاعتداء عليهم من طرف عون الامن، حيث تم تقديم بطاقه طالب لكن لم تشفع له. حاله اخرى ثانيه ايضا، طالب جامعي على مستوى في العطله الشتويه تم الاعتداء عليه خارج اسوار الاقامه. طالب يعتدي عليها، يعني اعتدى عليها بدفعها، يعني بالعاميه يعني دفعها، فسقطت ارضا. راك تعرف مراه تفاتت 50 سنه 55 سنه موظفه، ديجا هي اصلا مريضه، يعني تعاني من امراض مزمنه، طاحت على الارض. هذاك العون، عون الامن، حاول انه يسعفها، والطالب ما خلاش يدنا يسعف هذيك الموظفه. على كل حال هذاك رده فعل، كان ردة فعل تاع العون لإسعاف هذه الموظفة.